السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلت في هذا الفيديو هذا نحاول نهضروا هنا على واحد ديماراج اطوال تريونغ بواحد الشيما. الخوت كاين بزاف ديال الانواع اللي ديماراج اطوال تريونغ، يعني كاين بزاف الشيمات، كل واحد باش من شيما كيخدم وباش من طريقه كيخدم. اليوم انا حاولت نعمل واحد الطريقه هنا اللي غنشرحها لكم، هي سهله اللي يقدر كل شيء يعدلها، يعني كل شيء يقدر يعمل هذه الطريقه، هذه سهله. اليوم غنشرح لكم الطريقه. الخوت سمحوا لي على الغياب حيت ما بقيتش كننزل بزاف ديال لي فيديو حيت عندي شويه الخدمه بزاف، ما بقيتش كنسالي باش نصور لكم الخوت. غير باش ما نطولوش الفيديو غنحاول نشرح لكم الشيما وغنحاول نلخص الناس المبتدئين اللي كيدوخوا ما ديال الديماراج اطوال تريونغ. هو بسيط بواحد الصراحه، هو بسيط، وغنحاول انا غنعطي اليوم نعطيكم واحد الشرح اليوم بسيط بزاف اللي غير كلشي غيرجع يجي الديماراج اطوال تريونغ ساهل. الخوت غنشرحو الشيما وغنشرحو واحد البراسيك عملته هنا ديالي انا خصيصا، هذا البراسيك انا عملته. الخوت هو الا كانت عندك لاباز، الا عندك لاباز لاندوستريال ديال شي ديماراج والتخربيق هذا، يعني كتبقى انت كتلعب في الكوموند، يعني تقدر الكوموند دابا تقدر انا مثلا عملت هاد الكوموند هذه، انت تقدر تكون دعمل واحد شي مود لا كوموند زايده على اللي عامل انا، ولكن كيبقى انت والابتكار ديالك. يعني ملي كتكون عندك لا باز كتزيد تحسن انت، كتزيد تعطي شي حوايج اضافيه. يعني لا كوموند هي واحد السيستيم بروتيكسيون اللي تقدر تدخل فيه بزاف د الحوايج. انا ما عنديش ماتريال كيما بعطو، وحاولت نعمل لكم واحد ثلاثه لي كونتاكتور مختلفين على بعضهم. هاد لي كونتاكت هذا شنايدر اللي كيجيو لي كونتاكت، كيجي لي كونتاكت فيرمي اوفر كيجيو فيه، هاد لي كونتاكتور هادو ما كيجيوش فيهم. الخوت هذا البلوك اوكسيليير، انا حاولت نعمل هاد لي بوك، انا اللي حاولت نعمل هاد البلوك اوكسيليير، هاد لي كونتاكت اوكسيليير حاولت نعمل هذا صغير وهذا كبير، غير باش تعرفوا لي كومبوزون اللي هذا فيه جوج لي كونتاكت مفتوحين وهذا فيه جوج مفتوحين وجوج مسدودين. هذا لا، هذا الصغير ده هدايا، هذا فيه غير واحد مفتوح واحد مشدود كما كتشوفوا هنا، في واحد كونتاكت مفتوح واحد كونتاكت مشدود. هاد لي كونتاكت هذا الخوت كيجي فيه غير مانتيان 13 و14 واحد مفتوح. الخوت هاد البلوك اوكسيليير كيزول بهاد الطريقه، انا غنحاول نلخص لكم كلشي. الناس المبتدئين كيزول بهاد الطريقه. الخوت هو عنده واحد السكه كيدخل فيها، ملي كتبغي تدخلو كتكليكي على هادي وكتدخلو في السكه ديال حتى هذا الخوت كيما شفتو هذا كيزول. غير هاد لا مارك هادي شنايدر كيجيو فيها جوج كونتاكتورات كيجيو جوج مفتوحين، كيجي فيها واحد مفتوح واحد مشدود ولابوبين، هادو ما كيجي فيهم لابوبين من هنا ولابوبين من هنا. وهذه الهورلوج ديالنا الخوت هي اللي غنخدموها طومبوريزي، غنخدموها في المقطع ديال طومبوريزي اللي كيجي راكب فوق لي كونتاكت. الخوت الديماراج ديالنا اطوال تريونغ نحتاجو فيه ثلاثه لي كونتاكت، ها هما كيما كتشوفوا كونتاكتور واحد الثاني والثالث، جوج ديال بلوك اوكسيليير حيت هاد الكونتاكت هذا غنحتاجو فيه لي كونتاكت ما فيهش، غنحتاجو بلوك اوكسيليير هذا وهذا والهورلوج هي عندنا. الخوت ما عنديش بوطون مارش، عملت غا بوطون دلاري، بوطون مارش ما عنديش، عملت غا بوطون دلاري. الخوت شوف شي مسائل الناس المبتدئين، انا غنلخص لكم باش كلشي ان شاء الله يتعلم وكلشي يرجع يجي ساهل. هادشي هذا اتبعوا معايا، هادي لا ريفي ديالنا، هذا الديبار ديالنا كيما نقولوا سيكسيونر بحال هذا، هو كما كتشوفوا هنا كما نقولوا هذا، سمحوا لي، كما قلنا تقدر هذا السيكسيونر ديالنا هو هذا. الخوت هذا السيكسيونر ديالنا البروتيكسيون، هذا كي بروتيكسيون كيعمل لنا البروتيكسيون لانستالاسيون ديال بويسونس. هذا كونتاكتور الخوت، هذا موتور ديالنا، ويمكن لك تعمل الكونتاكتور، يمكن لك تعمل ديجانكتور موتور قبل الكونتاكتور، ويمكن لك تعمل الرولي تيرميك تحت لي كونتاكتور. الرولي تيرميك الخوت ما بقاوش كيخدموا بهم الناس بزاف، دابا كيعملوا لي ديجانكتور موتور بحال هادو، كيتعدل ديجانكتور موتور بحال هذا قبل الكونتاكتور، قبل لي كونتاكتور هذا ديال ديبار. الخوت كيما كتبعوا معايا هنايا، هذا الكونتاكتور ديال برانسيبال، هذا اللي كيكون ديما داخل لا في اطوال ولا تريونغ، هذا البوبينه ديالو كتكون اكسيتيا في الاطوال وفي تريونغ، هذا كيتسمى كونتاكتور البرانسيبال كيكون هو الاول. هذا موتور ديالنا الخوت تري فازي، هذا تريونغ وهذا اطوال، هذا كونتاكتور تريونغ وهذا كونتاكتور اطوال. الخوت علاش كنعملوا الديماراج اطوال تريونغ، علاش كيتعدل الديماراج اطوال تريونغ؟ الخوت حيت ديما الدوره ديال تريونغ كتكون كيكون الموتور كيدور بواحد السرعه على اطوال، اطوال كيدور شويه عاد كيقلع، ولكن
الا جينا مثلا الموتور ديالنا نديماريوه في الديماراج تريونغل ديريكس، غيبقى ابسوربي واحد لا كورون كبيره ويبقى يطيح لنا الضوء. علاش كنعملوا الديماراج اطوال؟ باش كنهرسوا داك لا فورس لا كورون اللي كتكون في الاول، كنهرسوها بالاطوال، غير كنديماريو الموتور ديالنا باطوال واحد 3 ولا 10 سكون، وساعتها كيخرج هذا الكونتاك هذا وكيدخل، كيبقى غير هذا باش كيبقى الضو ديالنا. كيفاش كيعمل الضو ديالنا؟ كيلعب في حاله الشغل هذا في ليبور، كيبقى كيسيركولي بهذه الطريقه هذه. هاد الكونتاكتور هذا الخوت هو اللي كنتو كتجبر في بلاكابورد الموتور، كتجبروا واحد 3 ديال البريطات ديال الحديد عاملين بحال هيدا، هذا كيكونوا عاملين بهذه الطريقه هذه، وكيكونوا هنا كيكونوا بهذه الطريقه. هذا كيتسمى ديماراج تريون. ولكن الا لقيتوا داك البريطه عامله بحال هذه الطريقه هذه، كتكون جامعه داك لي بون مع بعضهم بحال هيدا، كيكونوا مجموعين، هذا اطوال. دابا هادو كيكونوا في بلاكابور الا كنتي غديماري الموتور ديالك ماني. ولكن الناس خرجوا هاد الشيما هادي باش كيبقى هاد العمليه ديال لي تريونغل اطوال كتعدل اوتوماتيك. يعني كيدخل الموتور ديالنا في الاول اطوال، كيدور واحد 10 سكون وكيخرج الكونتاكتور ديال الاطوال، وكيبقى لنا البرانسيبال و تريون باش كيدور الموتور ديالنا مرتاح. غنعملوا غنحاول نشرح لكم هنايا في الكابلاج الخوت. كما كتشوفوا البويسونس هنا ساهله الخوت، ساهل، راه ما هنا والو، كتسبع غير الخيوطه. هذا الموتور كما كتشوف، هذا الموتور، هذا البلاكابورد الموتور، الموتور ديالنا كيدخلوا له الساد ليفي، كيدخلوا له الساد ليفي يعني الساد لي كابليس، كيدخلوا له هاد ثلاثه من هنا اللي ماشي من البرانسيبال، راه كما كتشوفوا. وكنجيبوا واحد ثلاثه د لاشان اخرين وكندخلوا في الكونتاكتور ديالنا اللي ديال التريونغ، وكنخرجوا من التريونغ ديالنا وكنرجعوا للبوبي، كنرجعوا للبوبيناج الموتور، وكنشبروا من الخرجه ديال الكونتاكتور ديالنا ثلاثه د الكابليات، وكيكونوا مرتبين بهذا الترتيب هذا كما كتشوفوا هنا بالترتيب، الاولي مع الاولي والثاني مع الثاني والثالث مع الثالث. وكنجيو كنعملوا هذا البوكل، هذه البوكل ديال الخوت كتكون في الكونتاكتور ديالنا، ها هي كما كتشوفوا هنا هذا البوكل هذه ديال ليطوال، وهذا تريونغ، هذا تريونغ وهذا ليطوال. شمال خوت حتى هي ديال البويسون سلاه. انا حاولت نعمل لكم ابسط شيما ديال الكوموند ديال الكوموند ديال ديماراج ايطوال تري. الخوت هذا فيزيبل كما كتشوفوا، هذا البوطون دلاري ها هو الخوت كما كتشوفوا عندي، بوطون دمارش ما عنديش ما عملتوش. الخوت 13 و14 هذا المانتيان ديال الكونتاكتور الاولاني، شو اللي كنعملوا المانتيان ديال الكونتاكتور هذا وهذا ديال البرانسيبال، يعني باش من يكون داخل هذا ويكون داخل كنعدلوا المانتيان ديال في الاول، حيت في الاول كيديماري لنا الكونتاكتور الاولي ديال البرانسيبال كيتاكسيتا وكيتاكسيتا لنا ديال الايطوال. اذا كنعدلوا المانتيان ديال الكونتاكتور هذا 13 14 والمانتيان ديال الايطوال والمانتيان ديال هما هادو اللي كتشوفوا هنا 13 14 كنجيبوهم اون سيري مع بعضهم وكيتعدلوا اون باراليل مع بوطون، كيكونوا هما اون سيري او كما كتشوفوا اون سيري، وكيتعدلوا الخوت اون باراليل مع بوطون ديال مارش هنا. انا ما عنديش بوطون ديال مارش، عملت هاد لاري هذا كما كتشوفوا هنا، كيتعدلوا اون سيري. كتبع الخيط ديالك ساهل، هذا التومبوريزي كونتاك، التومبوريزي هذا كونتاك فيرمي، وهذا في الهورلوج ديالنا كاين كونتاك فيرمي وكونتاك اوفر، بلاتي نزول لكم هيدا باش تشوفوا اللي كاين. تبع غير معايا هنا الخوت هذه اليمونطاسيون ما تثبتش فيها، شوف كاين كونتاك فيرمي وكاين كونتاك اوفر. الكونتاك فيرمي هو اللي هذا اللي غيديماري لنا في اطوال، وهذا يا الخوت هذا الفيروياج، هذا الفيروياج علاش كيتعدل؟ هذا كيتعدل نورمال من كلوس في هذيك، حيت ملي كيكون داخلنا ملي كيكون داخلنا الكونتاكتور ديال الايطوال ما خصوش يدخل تريونغ، وملي غيدخل تريونغ ما خصوش يدخل ايطوال، حيت اذا دخلوا مع بعضهم غيوقع كورت سيركوي ويتلاقاو ليك الفيزان مع بعضهم وغتفسد لانستالاسيون ديالك. لهذا الخوت كنعدلوا الفيروياج، كنجيو كندوزوا في واحد الكونتاكت فيرمي، على هادشي كنعملوا هاد البلوك اوكسيليير كيتعدلوا هنايا، باش كنجيو كندوزوا في الكونتاكت فيرمي ديال كونتاكتور ديال التريونغ، وكنخرجوا عاد كنكسيتو البوبينه ديال الايطوال. الخوت خليكم هنايا تبعوا معايا هنا في الشيما كما وصلنا هنا، هذا ديما مكسيتي، هذا ديما كيكون اكسيتا هو كتشوفو مكسيتي ديريكس، واخر ديال التريونغ اللي غيدخل تي كيخرج هذا، كيخرج هذايا، حيت هذا ديما مكسيتي كيبقى لنا مكسيتي هذاك برانسيبال، كيخرج لنا ايطوال وكيدخل لنا تريونغ. شنو كيوقع؟ هذا التومبوريزي هو اللي كيتحكم لنا في هذه الخدمه هذه، كيكون كان هذا الكونتاك هذا فيرمي، اذا كان عندنا ايطوال خدام. ملي كيدوز الوقت هنايا الخوت كيتفتح هذا وكيديماري هذا، تشوفوا معايا العمليه هنا الخوت في الكابلاج. الكابلاج ساهل الخوت، كتجي البرانسيبال هي كما قلنا لك، كنجيبوا اليمونطاسيون ديالنا فازو نوتر،
كنجيبو فاز لا كنجيبو اليمونطاسيون ديالنا تري فازي هنايا، الفاز الاولى والثانيه والثالثه. كتخرج لنا ها البلاكابور ديال الموتور، هذه هي البلاكابور ديال الموتور، كتكون بهذه الطريقه هذه الخوت كما كتشوفوا. نحاول بعد بلاكابور ديال الموتور كتكون بهذه الطريقه الخوت، كيكونوا في هذا لي بورن بحال هيدا كتكون بلاكابور ديال الموتور. جاتنا اليمونطاسيون ديالنا كما شفنا، جبنا تري فازي ديالنا، خرجت لنا تري فازي عدد البرانسيبال، خرجت لنا تري فازي ديريكتومون كتمشي لنا البلاكابور ديال الموتور، كنعملوا الفاز الاولى في البورن الاولى الثانيه الثالثه، كنخرجوا من هذا لي بورن ديال بلاكابور ديال الموتور هادو، وكنجيو نصورتي نصورتي ديال كنجيو نصورتي ديال الكونتاكتور ديال التريونغل، وكنعطيهم بالترتيب الاولى والثانيه والثالثه، وكنشبروا واحد ثلاثه ديال لي بوكل من هنا، وكنخرجوا الكونتاكتور ديال الاطوال، وكنجيو من فوق وكنعملوا واحد البوكل ديال الاطوال، كنشانتيو هاد ثلاثه ديال لي بورن مع بعضهم ديال الفيزر، ومن لهنايا في التريونغل كنكملوا البوكل ديالنا هو هذا، وكنرجعوا لهنايا كما عملنا في الشيما، جاو الكابليس من هنايا ودخلوا وخرجوا رجعوا هنا كيكملوا الدوره، كيوقع بحال السيكل هنايا في التريونغ، ولكن في اطوال كيجي من هنايا وكيجي وكيتشانتاو لهنا. الخوت نحاول نعمل معكم واحد اطلاله خفافيه على لا كوموند، كيفاش عندي مخدومه لا كوموند هنا الخوت. هذه اليمونطاسيون الخوت جبتها هنا في الدومينو فازونوتر. نجيو اول حاجه باش من ما كندهشوشي ديما كنعدلو هي الاولى في الشيمات ديالنا، كندوزو لابوبين كاملين كيخدموا بالنوتر، كنجيبو كاملين لابوبين اللي عندنا في لانستالاسيون، كنعطيهم النوتر ديالهم كاملين، وكنجيبو النوتر ديالنا هنايا هي كيما عملت انا. جيت عطيت الادو مع الادو هذا الادو ديال الكونتاكتور هذا البوبينه هذه مع هذه ثلاثه لي بومين مع بعضهم، وحتى الهورلوج ديالي كتخدم 220 زديت نوتر هنايا. دابا سالينا النوتر ديالنا، هادو هما ثلاثه الحوايج اربعه الحوايج اللي عندهم فيهم النوتر. الكونتاكتور الاولي فيه بوبينه كيدي النوتر، الكونتاكتور الثاني فيه بوبينه كيدي النوتر، الكونتاكتور الثالث فيه بوبينه كيدي النوتر، الهورلوج ديالي حتى هي فيها النوتر، عطيتها النوتر. جمعنا هاد النواتر عطيناهم هنا في البورنه، وغنعطيو لهم النوتر ديالهم. اجيو تبع معايا الكوموند هنا باش هنا باش كتدخل لك الصنعه، يعني كتشبر فاز وكتبقى تمشي. دابا كتشبر الخيط وكتبدا كفحال اللي نقولوا كتبدا من البدايه حتى كتوصل لواحد النهايه، يعني كتمشي كتبوكلي كما كنقولوا، ما كتوقفش، كتبقى كتدخل وخروج دخول وخروج دخول وخروج، وانت ماشي على السيستيم ديال بروتكسيون باش كتكملنا شي مد لا كوموند في الفينال. الخوت اول حاجه نجيبوا الفاز، ديما كنجيبوا الفاز، انا جبت الفاز، ها هي الفاز من جبتها، هذا الدومينو كما قلنا في فاز ونوت، انا جبت فاز وحده عطيتها للهورلوج، ها هي اليمونطاسيون للهورلوج، والفاز الثانيه اللي غنخدم بها لا كوموند ديالي. اول حاجه الفاز كتدخل البوطون د مار، كتدخل البوطون د لاري، هذا بوطون د لاري، انا ما عنديش بوطون د لاري، دخلت البوطون د مارش، دازت على بوطون د لاري، تدخل بوطون كتدخل في بوطون د لاري، من البوطون د لاري كتخرج كتمشي للبوطون د مارش، من البوطون د مارش هذا هو البوطون د مارش الخوت، كيكون خضر انا عملته هنا احمر ماشي مشكل، غير باش نشرح لكم الخوت. هاد البوطون هاد البوطون هاد البوطون د مارش هادي خصها المانتيان، المانتيان 13 14 هو هذا اللي هضرنا على المانتيان، هو 13 14 كنجيبهم اون سيري. شوف هذا الكونتاكتور ديال البرانسيبال، انا غندخل في 13، ها هي جيت من هذا هو البوطون د مارش ديالي، غندخل في 13، تبعوا معايا، دخلت في 13 نخرج من 13، خلي عليك هذه ما تتبعشي معايا في هذا البوكل هذه الصغيره، خليها نخرج من 14 فين نمشي، انا قلت لك ماشي اون سيري، غنمشي 13 ديال الكونتاكتور هذا، ها هو كما كتشوفوا، غنمشي 13 هذا وغنخرج من 14 وغنرجع ديريكتومون. فين رجعت البوطون دمار، شنو وقع عندي هنايا؟ ها هما رجعوا اون بارالي، ولكن تا كيدوزو اون سيري على بعضهم، كيدوز هذا مع هذا اون سيري، عاد كيرجعوا اون بارالي 13، كترجع 13 دهذا 14 دهذا مع 13 دهذا، كيتعدلوا اون بارالي مع البوطون دمار. وكنجيبوا واحد البوكل من 14 وكنعملوها في لابوبين ديال الكونتاكتور البرانسيبال ديالنا، حيت هذا ديما غيبقى داخل، هذا كيدخل مع ليطوال وكيدخل مع التريونغ، هذا كيتسمى البرانسيبال، هذا كيخدم في جوج الحالات. شنو دابا بقى عندي هنا؟ غنجيب فاز ديالي من هنا، غنجيب فاز ديالي في الخرجه هنا، وغنجي غندخل للطومبوريزي، ها هي كما كتشوفوا دخلنا هنا في الطومبوريزي، ها هي خرجنا دخلنا في الطومبوريزي، هي هنا غندخل بهذ الزرقاء، ها هي دخلت في الطومبوريزي، هذا كيتسمى الكومان، دخلت هنا، وغتخرج لنا هنايا في هذ الحمراء اللي كتشوف هنا، هذ الحمراء هذه غتخرج في جوج، هذا كونتاك فيرمي، هذا كونتاك فيرمي بين جوج وثلاثة، فيرمي هو اللي كاين في الشيما هنايا فيرمي ها، وغندوزو الفيروياج، غندوزو الفيروياج ديالاش، غندوزو ديال الكونتاكتور ديال الإطوال، هايا خرجنا من هنا، هايا كيما كتشوفوا، غندوز في الكونتاك فيرمي، ها هو الكونتاك فيرمي كيما كتشوفوا هنا، وغنخرج من هنا، وعاد غنكسيتي البوبينة ديال الكونتاكتور إطوال، هايا أنا إكسيتي البوبينة ديال الكونتاكتور إطوال.
دابا الخوت شنو صبح عندي هنايا؟ دابا مني غيدخل الضو هنا في رقم جوج غيخرج من رقم ثلاثة في الطومبوريز اللي مشدود، غيجي غيجبر هذا الكونتاك هذا فيرمي، غيدوز الضو من هنا غيتكسيت هذه البوبينة هذه، وغتكسيت هذه البوبينة هذه. علاش غتكسيت البوبينة هذه؟ حيت الضو غيخرج مني كتكسيت هادشي كيمشي متسلسل الخوت. شوف كيدخل كيخرج الضو كيجبر بلي ان الطومبوريزي مشدود، يعني الكونتاك ديال الطومبوريزي مشدود، كيدوز الضو كيجي كيدوز في هذا الكونتاك فيرمي ديال الفيروياج باش ما يدخلنا شي هذا مع هذا، كيجي كيجبر الطريق مفتوحه، كيجبر هذا الكونتاك مشدود، كيدوز الضو كتاكسيت هذه البوبينه هذه ديال الكونتاكتور ايطوال. ملي كتاكسيت البوبينه 13 14 كتسد المانتيان، ملي كيتشد هذا المانتيان هذا كيتشد حتى المانتيان هذا، وشنو كيوقع؟ كيتاكسيت حتى هذا. علاش؟ حيت هذا المانتيان هذا غيرجع بالضو هنايا، ارجع بالضو في 14، واذا 14 عندها العلاقه مع البوبينه ديال الكونتاكتور هذه، اذا كتاكسيت حتى البوبينه هذه. هاهما تاكسيتاو لنا هاد الجوج هادو، هاهما تاكسيتاو لنا هاد الجوج هادو. الطومبوريزي ديالنا كيخدم هنايا في ليطوال، دابا هو الديماراج ديالنا خدام، لانستالاسيون خدامه، الموتور ديالنا مديماري ايطوال. ادوز واحد ثلاثة مثلا ولا سكون، هاد لي كونتاك هادو كيتشونجاو، هذا اللي كان مشدود كيتفتح وكيتشد هذا، ملي كيتشد هذا كيقطع الضوء على هذا، ملي كيتقطع الضوء على هذا شنو غيقطع؟ كيقطع لنا الضوء على هذا، وكيبقى لنا الضوء في هذا حيت المانتيان مدوز الضوء. وساعات ملي كيرجع الضوء هنا كيتشد هذا الكونتاك هذا، هادو هاد جوج واحد كتشد، عاود كيدوز لنا هذا، كيدوز لنا على الكونتاك ديال هذا الاطوال باش ما يدخلش المانتيال فيروياج، وكيخرج لنا هنايا، وعاد كنكسيتيو به البوبينه ديال التريونكل ديالنا. تشوفوا معايا البراسيك شنو غيوقع هنايا. انا الخوت هذا هي بلاكابور، تشوفوا معايا في براسيك، بلاتي نزول لكم الكابليات باش تشوفوا لابوبينات اللي كيت. انا نحاول نزول هذه باش تشوفوا هنايا. انا غنطلع الضو عندي فيزيبل هنايا، يلا كوموند. ها هي الخوت هنا شنو تاكسيت لنا دابا، هو مكسيتي الا كتشوفوا معايا، هو تاكسيت هذا وتاكسيت هذا، هو مكسيتي، ولكن كاين فيروياج هنايا، هذا ميم اكسيتيش هذا تريونغ. وكيكون عندنا طومبوريزي هذه الهورلوج كل سنه فيها 15 سكون. شو دابا الهورلوج كدور، سمعوا شنو غيوقع هنايا. دابا الموتور ديالنا خدام في لافيتاز، خدام في الديماراج ايطوال، الديماراج ايطوال كيخدم في الديماراج ايطوال، هو غيخرج وغيدخل تريونغ، هو غيخرج هو دخل تريونغ. شنو وقع؟ خرج هذا ودخل هذا وبقى دخل هذا، بقاو هادوم جوج داخلين وهذا خرج. اذا صافي الموتور ديالنا كان حنا خصنا نديماريوه غير ايطوال، غير نقلعوا به وغنبداو ديمارنا ديمارج ايطوال. نعاود العمليه، انا ندور انا طومبوريزي تي او اي تي او تفتح، رجعت العمليه الاولى، رجعنا ليطا زيرو اللي بدينا بها، رجعنا ليطا زيرو ايطوال مكسيتي تريونغل واقف ميم اكسيتي شي البرينسيبال اكسيتي. انجيو حنا كندورو الطومبوريزي، هاد العمليه ما كتعدلش مانيوال للناس المبتدئين، هاد العمليه كتعدل اوتوماتيك. كيجي الطومبوريزي ديالنا كيحسب داك 3 سكون ولا 10 سكون، شنو غيوقع؟ كيخرج هذا وكيدخل هذا، كيخرج هذا وكيدخل هذا، كيدخل برانسيبال وكيدخل برانسيبال وكيدخل معاه يا ايطوال يا تريونغ، يا ايطوال يا تريونغ. الخوت كاين بزاف ميتشاف هاد لي سيستيم هادو. الخوت انا هاد لي سيستيم هادا حاولت انا خدمتو فواحد، انا كنت كنخدم واحد براسيك، كنت باغي نخدم واحد السيستيما تشد لي زيكسترا دي زونفيماج كيخدمو بالكراتي، وداك الكراتي تضربو، وانا حاولت نعمل واحد السيستيم ديال الديماراج ايطوال تريونغ بالسينيال ديال 12 فولت. يعني ملي كيجيهم واحد السينيال 12 فولت ولا 4 فولت ولا 24، مثلا كيجيهم واحد السينيال 12 فولت ولا 24 يديماريو، هاد لانستالاسيون كتبقى كما هي، ولكن انا فين غنزيد التحسنات اللي غنزيد على هاد لانستالاسيون؟ كنزيد في لا كوموند، في لا كوموند في الاول ديال لا كوموند اللي يمكن لي نزيد انا نرتكر بها بزاف د الحوايج. على داكشي كنقول لك الا كانت عندك لا باز، يعني تكون عندك غير انطلاقه شويه، يعني تقدر تخرج انت شي عجب اللي ما كاينش كاع، اللي شي حاجه اللي ما كايناش لا في اليوتيوب ولا كاع في الانترنت، تقدر تبتكرها انت. انا هاد السيستيم هذا انا عملته، هاد الديماراج عملته، ولكن انا بغيت غندخل عليه شي تحسنات اللي زايدين في الكوموند. هذيك التحسنات كيكونوا في الكوموند اللي تقدر تتحكم فيه عن بعد، تقدر تتحكم فيه بواحد لا سينيال عن بعد، تقدر مثلا لي زيكسترا دي زونفيماج ملي كتنوض العافيه كيديماريو اوتوماتيك بهاد السيستيم هذا، يقدر يديماري بتيت فيتاس كرون فيتاس بزاف. الخوت اللي ما فهمش شي حاجه خلي لي كومونتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.